مشاهدينا الكرام رانا رجعنا لكم. شوفوا برك انا معايا بالنسبه لهذوك الخضروات راه متقلاو مليح، هذيك الزروديه وهذاك البصل مع ذاك القرفاعود والهيل راهم قريب ماتوا كامل، صافي ديروا شنو راهم واجدين. هذاك الارز نتاعنا عفوا نرموا عليهم، ما حبيش ندير حتى حاجه بلا ما تكونوا حاضرين، نرمي عليهم هذيك الكميه تاع الزبيبه، نرموا عليهم هذيك الكميه تاع الزبيب الاكحل، وراح نزيدوا عليهم عفوا الارز هذاك بعد ما كنت طيبته انايا في هذاك الماء والملح، وزدت له واحد المغرفه تاع راس الحانوت. فوالا دوكا راح نخلطهم هكذا، نخليوه هذاك الرز ما تعجن ما والو، نخليوه نزيدوا له شويه تاع الماء دافيه باش يطيب لنا غير هذاك الزبيبه، شويه كميه قليله. ودوك نعاودو نولو ليه نخلطوه مليح، نربحو برك شويه وقت ونعاودو نرجعو ليه. ليجان بالنسبه للبسبوسه الفرديه اللي قلت لكم عليها، نبداو بالكريمه نطلعوها فوق الفرنو باش نربحو تانيك شويه وقت. عندنا هنا ركزوا معايا هنا مليحه، عندي كاس تاع ليمون معصور، عندي نص كاس تاع السكر، عندي مبشور تاع ليمونه يلا، وعندي ثلاث حبات تاع البيض، عندي ثلاث حبات تاع البيض بسم الله. هذه وحده، عندي ثلاث حبات بيضه، اثنين ثلاثه. اللي جا حبيت نقول لكم برك بالنسبه للكريمه تاع الليمون هذه راح تجي بزاف بنينه، في نفس الوقت راح تكون سهله للغايه. نجيبوا برك الفوي نحركوها هنا كلش بارد في بارد، عفوا نحركو هكذا كلش بارد في بارد، ونطلعوها فوق الفرن حتى وين تبدا تعقد. كي تبدا تعقد نكونوا حنطفيولا، نزيدو لها 100 غرام تاع الزبده، الزبده نديروها في الاخير. بعدها نقدروا نجوزوا هذه الكريمه في الصفايه ونديروها تبرد. بعد ما طيب لنا البسبوسه نتاعنا راح نزينوا بها من الفوق. يلا نحطوها منا على الجانب، نقصوا لها برك شويه ونخليوها. مشاهدينا الكرام بالنسبه للبسبوسه انا كنت اختنمت شويه الوقت، وكنت وجدت هاد الشربات اللي راح نشرب بها البسبوسه. هنا وجدت كاس ونص تاع السكر مع كاس ونص تاع الماء مع رونديله ولا قطعه تاع ليمون مع درت لكم كاس ونص تاع السكر، كاس ونص تاع الماء، ودرت مبشور قطعه تاع القارص، وخليتهم يغليو حوالي 5 دقائق 6 دقائق وطفيت لهم. كاين زوج طريقتين، كاين الطريقه الاولى اذا كانت البسبوسه سخونه لازم تكون الشربات نتاعنا بارده، واذا كانت الشربات نتاعنا سخونه لازم تكون البسبوسه نتاعنا بارده. حيت حبيت نقول لكم برك بلي كاينه علاقه عكسيه بيناتهم. هذه لازم نقعدوا برك نحركوها شويه فوالا بالشكل هذا باش ما يطيبلناش البيض. نحركوها برك شويه حتى وين تغلي. يلا ايوا الطريقه راح تكون سهله. دوك نزيدو نعسوهم. بالنسبه للبسبوسه نتاعنا واش عندنا، هذه 100 غرام تاع الزبده تابعه للكريمه تاع الليمون، عندنا 3 حبات تاع البيض، عندنا نص كاس تاع السكر نص كاس تاع الزيت، عندنا نص كاس تاع الحليب، عندنا اقل من نص كاس تاع السكر. علاش ما حبيتش ندير السكر بزاف هنا؟ باسكو علاش راح نزيدو نعسلوها في نفس الوقت في الكريمه هذه تانيك فيها السكر، اذا كثرنا بزاف السكر تولي ما تنتكلش. هي تقدروا ديروا نص كاس سكر، انا نقصت تحت النص كاس تاع السكر باش ما تجينيش حلوه بزاف، باش ما تجيناش حلوه بزاف. مشاهدينا الكرام وعندي زوج اكياس تاع خميره تاع الحلويات، وعندي مبشور ليمونه، وعندي زوج كيسان الا صبع، كل كاس غير صبع واحد تاع السميد يكون رطب. شوف معايا هنا مليح، السميد لازم يكون هكذا رطب باش تجيكم خفيفه هذيك البسبوسه، لازم السميد هكا يكون رطب ليك. هبا هذه ما فيها والو، دوك نوجدوها بالخف، نعسوا برك الكريمه نتاعنا باش ما تنحرقناش. في نفس الوقت هذوك الافخاد المشويين راهم في الفور، بعد ما يطيبوا لنا
نخرجوا لهم ندير لهم صوص الباربيكيو، ندير لهم هذه الصوص تاع الباربيكيو، حبيت نقولها لكم برك بالك ما يكفيناش الوقت، ندير لهم هذه الصوص تاع الباربيكيو دوك الافخاط، ندوريهم مليح بالصوص تاع الباربيكيو ونعاود نرجعهم للفرن حوالي زوج دقائق ثلاثه. يلا مشاهدينا الكرام بالنسبه للبسبوسه نتاعنا، انا برك ما نحبش نكسر البيض مباشره، هذه دنيا هذه وحده اثنين يلا ثلاثه. دوك واش راح ندير؟ راح نزيد معاها هذاك النص كاس غير شويه تاع السكر، وراح نزيد معاها قريصه تاع الملح فوالا صح. دوك راح نخلطو، شوف ديجا هنا راهي بدات تتقالى الكريمه تاعنا هذيك تاع القارص راهي بدات تتقال، نزيدو نوقفو معاها غير دقيقه تتقال لنا وخلاص. دوك نديروها في ريسيبيون ونديروها في الثلاجه، قلت لكم برك تقدروا تجوزوها عفوا تقدروا تجوزوها في الصفايه كما تقدروا مباشره تجوزوها. انا السكر برك عاد لي شويه باش ما نرميش. ديجا بالنسبه للكريمه هذيك راهي واجده، راح نديرها في هذا الريسيبيون فوالا وندخلها للثلاجه بعد ما طيب لنا البسبوسه نتاعنا ونديروها في السيرو هذاك، ندير نزينوها بالكريمه من الفوق. يلا مشاهدينا الكرام شوفوا معنا هنا مليح هكذا باش تلحقكم الصوره، شفتوني واش نسيت؟ نسيت الزبده ما درتهاش، نسيت الزبده هذه خطا على المباشر، انا عاود نرجع هنا قادر اي واحد يطيح فيها، نعاود نرجعها عادي عادي هكذا نعاود نرجعها وندير لها هذيك ال 100 غرام تاع الزبده، ندير لها هذيك ال 100 غرام تاع الزبده ونحركها حتى وين تدوبلي الزبده، باسكو علاش هذيك الزبده هي اللي راح تزيد لها في البنه وفي القوامه فوالا. مليح كي يكونوا هكذا اخطاء على المباشر باش مام خاوتنا وخياتنا كي تصرا لهم كيش بيتيز ولا يجيهم نورمال عادي، دي كونتراكتيو روحكم عادي. هاي دابت لنا مليح هذيك الزبده فوالا. دوك واش راح ندير؟ هذه دوك ندخلها، هذه راح نديرها في الثلاجه باش تبرد ابخي راح نزينو بها. يلا مشاهدنا الكرام بالنسبه للناس اللي لحقوا بنا دوكا واش درت؟ ما درت حتى حاجه، جبت هذا لو ريسيبيون درت فيه ثلاث حبات تاع البيض وزدت فيه نص كاس تاع السكر غير شويه، راح نخلط البيض مع السكر حتى وين يبيض لونه بالشكل هذا. حبيت نقول لكم برك بلي البسبوسه هذه حتجيكم خفيفه في نفس الوقت ما تشد لكم والو يد. صح راح نزيدو عليها مبشور تاع ليمونه فوالا، راح نقصو كامل السرعه تاع الخلاط الكهربائي ونزيدو عليه كاس تاع الحليب مع كاس عفوا نص كاس تاع الحليب مع نص كاس تاع الزيت، ثلاث حبات تاع البيض، نص كاس ماشي معمر مليح تاع السكر، قريصة تاع الملح، نص كاس تاع الحليب، نص كاس تاع الزيت، ومبشور تاع ليمونة، وراح نزيدو عليه حوالي زوج كيسان إلا صبع، زوج كيسان غير صبع واحد، دو هادوك زوج كيسان غير صبع تاع ندي براسيكم برك تاع السميد. بشرط هذاك السميد لازم يكون رطب 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 للغايه، لازم يكون بزاف رطب. دوك حنا راح نحو هذا الفوي وراح نجيبو سبوتي ونخدموها قدامكم، راح نليموها غير بالعقل، هذه راح تكون ما تكون هذيك اللي ثقيله ما تكون خفيفه، راح تجيكم بزاف شابه.
خلطوها هكذا. نقول لكم برك باللي راني شاعل الفرن على 160 درجة، راني شاعل الفرن على 160 درجة. مدة الطهي تاع هذه البسبوسة ما تطولش بزاف، 10 دقائق حتى 12 دقيقة ماكسيموم. ميم ليمول، ليمول انا اللي حنستعملهم، راح نستعمل هاد ليمول، هاد ليمول راح نستعملهم فيهم هاد لافورم في الوسط. بعد ما نديموليهم راح نعمر هذيك لافورم الفستانيه بالكريمه تاع القارص. نخلطوا برك هذيك البسبوسه نتاعنا مليح. فوالا، نزيد نقول لكم ما تنساوش بلي رانا دايرين زوج باكيي تاع لاليفير شيميك. حبيت نقول لكم برك ما تعمروهاش حتى للفوق، بعد كي ديفلوبي لكم العجين تخرج لكم تروح لكم لافورم. حبيت نقول لكم خلوا اوما نص سنتيم هذيك، يا باش كي تزيد تطلع لكم في الفور راح تجيكم السواسوا. نخلطوها هكذا، شوفوا برك القوام تاع البسبوسه تاعكم كيفاش يكون. شوفوا برك القوام، ما هذاك اللي يكون مايه جاري، ما هذاك اللي يكون ثقيل بزاف. فوالا صح. دوك واش راح نديرو؟ راح نجيبو مغرفه ولا غرف صغير نعمرو به. يلا ما تنساوش واش قلت لكم، نحيطكم علما مشاهدينا الكرام باللي نحب نقولها لكم هكذا باش ديروها في راسكم، باللي ادهنت بالزبده ليمول تاعنا، راني دهنهم بالزبده باش يدي مولاولكم فاصيلمون. واللي تقعد لنا نقدروا تانيك نديروها في كشمول بحجم عائلي. دوك نشوف انا كشمول نسيي نزيد ندير فيه ونشوفوه في لابريزونطاسيون. يلا بالشكل هذا باش كي ديفلوبي لنا العجين ما تطلع لكمش بزاف وتخسر. نزيدو لها غير شويه. طريقه سهله تاع البسبوسه، فيها 3 حبات بيض، نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الحليب، نص كاس الا شويه تاع السكر، قريصه تاع الملح، زوج باكيي تاع لاليفير شيميك، وفيها مبشور تاع ليمونه، وزوج كيسان تاع السميد رطب، كاس الا صبع، كاس الا صبع واحد. هذا ما كان. نديرو الفرن تاعنا على 180 درجه، نديرو الفرن على 180 درجه. مده الطهي قلت لكم نقصولو برك شويه، مده الطهي حوالي 10 دقائق حتى ربع ساعه. دوك السر اللي قلت لكم، السر هنا بالعين درتو شويه ثقيل، واش فيه؟ كاس ونص تاع السكر مع كاس ونص تاع الماء مع شريحه تاع الليمون، طلعته فوق الفرن وكيبدا يغلي لي حسبته حوالي 3 دقائق حتى 5 دقائق ماكسيمو وخليته يبرد. دوكا كيكون يطيبوا لنا هذوك البسبوسه نتاعنا نديمو ليه، نديمو ليها ونديرهم هنا ونعاود نحيهم، شلون نشربهم ونعاود نحيهم ماشي نخليهم بزاف، نديرهم غير يغطسوا شويه في السيرو ونعاود نحيهم، نديرهم برك في ليكيسات ونعمرهم بلا كريم دو سيترون اللي كنا خدمناها كيف كيف. بالنسبه ثاني للارز نتاعنا، عفوا سخون للارز نتاعنا، راح نزيد له برك انا شويه تاع اللوز، راح نزيد له كميه تاع اللوز ونخلطوا معاكم مليح. عفوا دوك نخلطوه بالشكل هذا. ليكيب هنا ماشي محروقه، هنا ماشي محروق باش تعرفوا، لازم هذاك البصل وهذاك الجزر اللي كنا دير لازم يموت هكذا ويدوب. لو شارم نتاعو هذا هو، لو كان اسمو ارز بخاري، لو كان يكون هذاك البصل ولا هذيك الزروديه تكون ماشي طايبه وما فيهاش اللون هذا ما نقدروش نسموه ارز بخاري. حبيت نقول لكم برك باللي هذا الارز راح يجيكم روعه. شوفوا برك بالنسبه ما جاش كاع معجن كيما راكم تشوفوا، ها ما جاش كامل معجن. دوك نقدروا تانيك هذا نديروا له كميه هذيك تاع اللوز ونزيدوا نخلوا كميه قليله نديروها في لابريزونطاسيون. انا واش نقول لكم مشاهدينا الكرام، نروحوا فاصل قصير ونرجعوا ليكم. حبيت نقول لكم برك حاجه راح نديرها ماشي قدامكم، وشنو هي؟ هذوك الافخاد تاع الدجاج، عفوا هذوك الافخاد تاع الدنت، راح كي نجبدهم دوك من الفرن راح نحطهم نفتحهم مباشره هذا الصوص الباربيكيو، راح ندوريهم بها بالبانسو،
راح ندوريهم بها بالبانسو ونعاود نرجعهم للفرن يزيدوا زوج دقائق ثلاثه وراح نقدمهم مع الرز. هذا واش راح ندير، فاصل قصير ونرجع لكم. لكيف عاودنا ولينا لكم بهذه الطاوله المتواضعه من عددكم انتم اللي تعطينا من وقتكم. بالنسبه لهذاك الافخاد تاع الداند المشويين، شوفوا برك بالنسبه لا بريزونطاسيون تاعهم ديجا روعه ليجا نو. انتم برك خلوهم ياخذوا كامل وقتهم، قلت لكم حوالي ساعه حتى الساعه ونص. وبالنسبه لي جان هذاك الارز البخاري اللي يجي سكري صالي فريمو حاجه واو، هذا لازم كامل تجربوه. بالنسبه للبنه تاعو نضمن لكم باللي بنين. هذه حاجة الأولى. حاجة الثانية اللي كيف بالنسبة للبسبوسة الفردية، شوفوا برك القوام تاعها جات بزاف شابة، في نفس الوقت هذيك الكريمة تاع الليمون اللي كنا خدمناها كيف كيف جات ثاني ما شاء الله. شوفوا ثاني القوام تاعها بالنسبة نحكي لكم على الكريمة، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. في نفس الوقت هذاك السر اللي خدمناه كيف كيف شربها جات طريه روعه، ماشي هذيك اللي تجي يابسه وماشي هذيك اللي ما تقدرش ترفدها. وقعدت لي انا شويه تاع لابط خدمت فيها هذه الكيكه بحجم عائلي تاع البسبوسه. عند نهايه الحصه نقول لكم ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم، قعدوا اوفياء دائما لبرنامجكم اللي ياتيكم يوميا على قناتكم المفضله البيلاد تي في. استناونا دائما باعداد جديده. تحيه كبيره لكامل الطاقم التقني اللي تعب معنا اليوم وعاوننا، شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. حصه جديده ان شاء الله. سلام.